حوالي الساعة 9 من صباح اليوم وانفجار قوي بأحد معامل صنع زيت ودقيق سمك السردين بمدينة المرسى. الحادث تسبب في انفجار إحدى الآليات الضخمة لتسخين سمك السردين وسقوطها بمعمل مجاور. شهود عيان وآخرون ممن حضروا للحادثة أكدوا حجم هذا الانفجار. هي آلة بخارية عند المعمل اللي قدامنا، تزات تفرقعات وجات عندنا هنا حنايا، طاحت هنا كما تشوفوا ودارت خسائر مادية، وكانوا جرحى عندنا وكانوا عندنا إصابات في الدراري. شو ديرة يسودوا فيها واحد في هذاك تحولت وجات في لوزين الاخر، وهي طاحت في لوزين الاخر راب كل شيء، ماتوا هذوك جوج الناس مساكين الاخرين كل شيء مجاريح. اصدقائنا اللي معانا الله يرحمهم ويوسع عليهم ان شاء الله ويجعلهم بجوار النبيين والصديقين. الأصدقاء اللي معنا في العمل نتمنى لهم الشفاء، واللي في الوزير الثاني كذلك نتمنى لهم الشفاء. يعني هذه ما نقدر نقوله عنه، ما هو قضاء الله وقدره. حادث الانفجار هذا خلف قتيلين وجرح نحو 13 من عمال أحد المعامل. المصابون نقلوا على إثر هذا الحادث لقسم المستعجلات بمستشفى مولاي الحسن بالمهدي بالعيون لتلقي العلاجات الضرورية، فيما أودعت جثث الضحايا مستودع الأموات بنفس المستشفى. أنا تخنقت مع الدخان والماء، حنا وصل الماء ما قد كتشوف الماء تمشي، أنا وصل الماء وداك الشيء تخنق تحت الموجة هذا، والسيد جرني شوية هذاك وليت تقريبا مرة وخرجت عليا العافية، والدخان والحديد كيطير قدامي ووسطي، المهم ما عرفت أنا بأول ما وداك الشيء كنت واقف تضربني داك الشيء لحني الاتسان. استقبل قسم المستعجلات بمستشفى مولاي الحسن بالمهدي صباح هذا اليوم اثر واحد الانفجار ديال الشوفيار بشركه ديال الحوت بمدينه المرسى. 13 اصابه منهم اصابه بالغه، حيث يحمل هذا المصاب جروح وحروق من الدرجه الثالثه، وسوف يتم الايفاكياسيون ديالو على مدينه اكادير، هذا من جهه. كما استقبل جوج ديال الوفيات اللي تم الاستيداع ديالهم بمستودع الاموات بمستشفى مولاي الحسن بالمهدي. يطرح هذا الحادث بمدينة مرسى مرة أخرى مجموعة من التساؤلات حول ظروف السلامة المتوفرة بمختلف المعامل الموجودة بميناء العيون. معامل وإن كانت تجسد التطور الاقتصادي للمنطقة فلا بد من مراعاتها لمختلف المعايير المعمول بها في هذا المجال.